بيباتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم خديجه ام البنات. كنتمنى الله تكونوا على خير وبخير وباحسن الاحوال. اليوم جيت نوجد معكم هذا الشكل هذا ديال القطائر القطايف، كيجيو بشكل رائع والكريمه ديالهم غزاله ما نقولكمش ولا المذاق. غادي ندوزو حبيباتي للمقادير وطريقه التحضير، فبقاو معايا لاخر الفيديو، فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال هاد القطايف، عندي كاس ونص دقيق ممتاز ديال الحلويات، كاس ونص ديال الفينو، عندي هنا معلقه صغيره ديال خميره الخبز هي اللي غادي نصبقها، عندي هنا معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره يعني 4 غرام ديال بيكين باودر، عندي هنا جوج كيسان ونص ديال العنبه. دابا غادي نفزك الخميره هي الاولى وغادي نرجع معكم ان شاء الله. دابا غنزيد الباقي ديال الماء، غادي نخلط العناصر، وغادي ندير هاد المليحة والبيكنج باودر، كما شفتو قلت لكم جوج كيسان ونص ديال كاس العنبة، دابا غادي نزيد واحد 60 ملي ديال الماء، يعني كاس ما عامرش. صافي دابا غنحطها في الخلاط الكهربائي وغادي نرجع معكم ان شاء الله للطهي من بعد ربع ساعه ديال الخميره ديالها كده. وهي من بعد ما خمرات لنا عجين ديال القطايف نضربوها واحد شويه باش كتخرج داك الهواء اللي فيها، هنا غادي تشوفوا معايا ندير واحد المغرفه صغيره على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا فقط. وبالنسبه للقطايف، القطايف كما كتسمعوا ولا البغرير، حنا كنقولوا البغرير المغرب، كما كتشوفوا هنا عندي الكريمه، كريمه الباتيسري. بالنسبه للكريمه انا ما وريتها لكم، شايف قطع ليا الفيديو كنعتذر. عندي نص سيترو ديال الحليب جوده، عندي 3 د المعالق ديال النشا الدوره، 3 د المعالق ديال السكر الخشن، وعندي 4 ديال الفرماجات كيري، وانتوما ديروا اللي بغيتوا لكم اختيار. اما بالنسبه للطريقه فغادي نجيو غادي نبداو من هنا، غادي نقطعوا الكوش ديالنا على حسب، كما كتشوفوا غادي نجيو من هنا وغادي نجمعوا، غادي نجمعوا القطايف القطايف ديالنا على هذا الشكل، على هذا الشكل هذا، وغادي ننزلوا. هذا هو الشكل الثاني، كنديروا غير واحد شويه ديال الكريمه وكنبداوها من هنا وكنسدوا الاطراف على هذا الشكل، هانتوما على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا.
وغنمشيو هكذا حتى نساليو الوصفه ديالنا وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ومن بعد ما وجدنا القطايف ديالنا غادي نديرو لهم كما شفتو البيستاج، انا درتو طحنتو غير هرمشتو، غادي نديرو غير هاد هادو اللي نص نص على هاد الشكل. وهذا الحفيد ديالي كيعاونني في الشقة كما كتشوفوا، كولو من يدياتو الذهبيين، الله اكبر. وبالنسبه للقطايف اخواتاتي هذا هو الشكل النهائي بعد ما درنا لهم هذا البيستاج هذا وهذا الكريمه. دابا غادي ندير لهم نسلي كراميل خطيطات على هذا الشكل، مجرد فكره وتزيين للحلويات ديالنا. كيجيو على هذا الشكل هذا. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه معايا، ان كيجيو واحد الكوتي او الفطور وصفه رائعه او الضياف ديالكم. وشكرا على المتابعه ديال الفيديو، شكرا على اللايك، شكرا على التعاليق الزويونه، شكرا على اللي دخل القناه ديالي وزارها، وشكرا اللي ما دخلش 100,000 مرحبا به، واللي دخل 100,000 مرحبا به. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.